يحضرني في أثناء الصلاة الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه، وقد سمعت أن لي أن ألتفت وأنفث عن يساري ثلاثا لكني لم أجترئ على فعل ذلك، فهل يجوز لي أن ألتفت في صلاتي عن يساري وأنفث ثلاث مرات أم أنفث من أمامي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، جاء في الحديث إذا عرض له الشيطان ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ من الشيطان، فإذا فعل هذا فلا بأس، وإن اقتصر على رفض وساوس الشيطان والابتعاد عنها وعاد إلى صلاته فهذا كافٍ إن شاء الله. نعم، الحمد لله.